نصائح من صديق، مبادئ وأفكار تغير حياتك. الدرس الرابع: أسس معتقداتك وانطلق. إن قوة الاعتقاد تؤثر في كيفية شعورك تجاه شيء يحدث في حياتك، فهي تتحكم فيما تستطيع أن تراه وما تشعر به، ومعتقداتك بإمكانها أن تؤثر على حياتك وحياة من حولك. ولذا عليك أن تتحرى الحرص بشأن ما تختاره لتؤمن به. سيعرض الكاتب ويستعرض الكاتب المعتقدات التي ساعدته على مر السنين على تحويل الأمور إلى الأفضل وعلى صنع النجاح. دائما هناك طريقة لتغيير الأمور إلى الأفضل إذا تعهدت بذلك. لا فشل في الحياة ما دمت أتعلم أي شيء من أي شيء، فإنني بذلك أحقق النجاح. إن مع العسر يسرا. الماضي لا يعادل المستقبل. أستطيع أن أغير حياتي في أي لحظة، وذلك باتخاذ قرار جديد. الدرس الخامس: إن ما تتصوره هو ما تناله. إن أسرع طريقة لتغيير كيفية شعورك تجاه شيء ما هي أن تغير ما تركز عليه. فإذا أردت أن ينتابك شعور سيء، فما عليك عمله هو أن تفكر في شيء مؤلم حدث في حياتك وتركز كل انتباهك عليه. وإن فكرت فيه وقتا طويلا، فسينتابك هذا الشعور السيء مرة ثانية. وإذا أردت أن ينتابك شعور طيب، فكر إيجابيا في المستقبل الذي تحلم به والذي يجعلك تشعر بالحماس مسبقا، ويمدك بالطاقة التي تجعلك تسرع في تحقيق حلمك ليصبح حقيقة. الدرس السادس: في أسئلتك تكمن الإجابة. إن أفضل طريقة للسيطرة على ما على تركيزك تجدها من خلال قوة أسئلتك. في طوال اليوم نسأل أنفسنا أسئلة عديدة، وأسئلتنا هذه تتحكم في درجة تركيزنا وأسلوب تفكيرنا والكيفية التي نشعر بها. فتوجيه السؤال الصحيح واحد من أكبر الوسائل التي تحول الحياة إلى نجاح. ومن الأسئلة التي وضعها الكاتب لمساعدتك على البحث عن الحلول: ما هو الشيء الجيد بهذه المشكلة؟ والسؤال الثاني: ما الذي أنوي ألا أفعله ثانية لأجعلها تبدو كيفما أريد؟ الدرس السابع: مرحبا بأعظم حالاتك. إن الحالة النفسية للفرد هي أداة أخرى لتغيير الحياة. فمعظمنا يدرك أن الطريقة التي نشعر بها وجدانيا تؤثر في الطريقة التي نشعر بها بدنيا، ولكن القليل منا من يدرك العكس، أي أن انفعالاتنا هي نتاج حركتنا، لأن الحركة تؤثر في الكيمياء الخاصة بأجسادنا. ولتقف على مدى تأثر انفعالاتنا بحركتنا، تخيل أنك قلق وابدأ بالقلق بشكل متعمد بشأن هدفك فقط لمدة دقائق لترى ما تضطر إلى فعله بجسدك. واخرج من حالة القلق وابدأ بالشعور باليقين. فكر في هدفك وتنفس الآن. وقف بالطريقة التي ستختارها إذا كنت حتما متيقنا من قدرتك على تحقيق هدفك. كيف سيكون وضعك في هذه الأثناء؟